يلا اديني اول بس حاجه في الفوكل عشان اخدها. انت معايا صح؟ سامعني صح؟ مشاكل السنه دي حد تخين؟ حد ما بيخلفش؟ ما بتعرفش تلبس؟ ممكن يبقى عندها مشكله ان هي تتجوز؟ احنا عملنا سيتويشن ريليتد ده. وما تقولش مفيش فايده على حالي كده هفضل ده في شمعه امل قايده حلوه قوي برافو. وما تقولش مفيش فايده على حالي كده هفضل ده في شمعه امل قايده وبكره شايلك الافضل وخلي خطوتك سابقه تقابلك فرصه ما تفوتش ولو قعدت اجري بس هيحسوا بدهشة ويقلوا لأنك كنت بس بقيت في ايدك فرصة تتغير لأكتر ما انت تتصور قلبك أحسن لو انت اللي في احنا بتيجي عند كل واحد بيجي عند كل شاف واحدة عجبته بص لها ضحك تعرفوا على بعض تستويش على تاني واحدة اسمها بلبس ترميم على مجموعة كده لحد ما الاقي الدرس على مقاسها حلو وقامت هتلبسه طول الحياة في حلمك كل يوم ثبت يا قرب مهما يبقى بعيد ورمل الصحرا هينبت ويكبر ضيل السواليك في حلمك كل يوم ثبت يا قرب مهما يبقى بعيد ورمل الصحرا هينبت لكن كل الكلام ده اكيد ملوش لازمه اذا ابدا ومبدا يجي فجر جديد حكايتك لسه ما خلصتش وخلي الناس يحسوا بدهشة تانية كانت قاعدة على طول الصبح وهما الناس بيعكسوا بعض الولد والبنت دول وشايفة أطفال بيعكسوا مية ما بتخلفش عايز اشوف الاكشن اللي وش فاهمين قصدي؟ يعني وانت واقف بتتكلم معاها بتقول له مبروك برافو عليك وانت واقفه بتلعبوا مع الطفله الجديده اللي هي جابتها كل واحد فينا عنده حلم بنعيش حياتنا نحارب عشان نحقق الحلم بندور على فرصة الفرصة دي بتغيرنا لأنها بتبقى وسيلة عشان نحقق حلمنا في مبادرة فرصة تتغير دي مبادرة عشان تحقق بيها حلمك مهما كان حلمك.